مارجرين. عايز اقولها جنانه بس يعني انت اعطيتنا اعطيتنا الطريق لازم نمشي عليها. اوصل بس اعطيكم بدايه الطريق. اقول لك اقول لك علي مدام ميري تعطيك تفتح بدايه الطريق. اقول لك اقول لك علي علي الساعه 5 وما فوق 5 وفوق بيولع. والله صباح ما صباح ولا شيء كله نايم عنده كله مزاجه كله. ما شربت من ما شربت ما بقصه ايهاب حط ما بقص مع الغزار. لا ما عنديش مع الاتيكيت وداك الشيء ديال ولد الشعب ما كاينش مع اخوي توحشت اخوي بحال هكا تضحك تشد بحال هكا ودير لها بحال ما كنت تاكلها. انا اخويا هذا الشيء الشعب حنايا كتاكل الماكله ديال اي دابا مشكله ملي غتنوض تغسل ايديك مشكله فهمتي دابا ملي كتاكل بهذا الشيء مزيان والله مرتب مرتب احسن الايميج تاعت الفنان. نسيم حنا تعمل لي شاي نسيم حبك في هذا لو انت تبغى ما حنا عم تعمل لي شاي حبك بدات حط عليه جبن وحط عليه كل حاجه الدنيا جبن وكاتشب ومايونيز و شو رايك حبيبي كله تودع تهدى شو رايك تهدى سلام خليك حبوب خليني إيه؟ لا لا ما مش معايا مع الغربة جوة الفطر مش معك بالله يا جماعة مش معايا جوة جوة ايش البيت؟ شفت الابيض اللي بيعمل شباب احنا حنطلع كلنا توب 1 هالجمعة كلنا توب 1 كلنا شوبينج كلنا شوبينج وكلنا على الشوبينج وحنسافر وحنسافر كلنا مع بعض يلغوا البرنامج الجمعة يعملوا يحطوا شو اسمها؟ حنروح على نيويورك شو اسمها هل شو الله؟ شو يعني شو يعني ترميم بالانجليزي؟ مش ترميم كوستيفيكيشن كوستيفيكيشن يا الله ترميم اعاده تاهيل لا مش ريبيلدينج اعاده بناء ريبيلدينج يعني انت هي هذا تبينها اهلا اهلا شيلي شو شعريك الله على تيشيرتك الله على رفقه احلى رفقه امي من نون نوني ليك ملا ليك ملا صوره انا طاجيني اياها هون باين ابو شفتك شو كنت اصلا الله يجعلك طفل الجمعه الجايه ان شاء الله كيف بكرش بس لك كيف يا ربي ايها بالملف تك ايدي ايش مكتوب تحت الصوره اللي كانت هي ان شاء الله يا ربي كنت في بالك احنا ما نتعرفوش حنايا هذا رفع شعرك اليوم انو رفايل 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 عادي ما نسافروش حنا نسافروا حنا بلي نسافروا اكاديمي حنا شكون اللي غيولى اكاديمي نطلع نلعب هلا فوق مدق بيانو ولا سافرنا حنا شكون اللي غيقابل الاكاديمي من بعد الاكاديمي سافر انا وياك وحنان من بعد الاكاديمي ما ترجع بلدك ما حارجع على لبنان ها؟ ما حارجع على لبنان فين نطلع؟ ارجع على المغرب مرحبا بك اخويا الله يلا مرحبا بك يا ويلي ماركوكو طواجن الله يلا لا عليك بقاوق اللحم قلت لك وحطوا ويجي اسم الاكل بقى بادو بابا دجاج وطاجين وبصل و وكذا وبهارات وبهارات تكون مسمن تاكل الحفشه وبغريه لا ما انت مش فاهم حاجه وكذا بلا 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 بعرف هذا اكلات طاجن اكل عنا اياه كمان عنا بلبنان لا طاجن يعني عندكم اكل احنا طاجن اكل صح احسن من الاكل المغربي صحن طاجن عنا اياه هون حتى كل شو في احسن من الاكل المغربي يعني ما شفتهم يعني طاجن عنا اياه بلبنان حضرتك بس ما في احلى من الاكل دول طاجن عنا اياه بلبنان هو ذاته طاجن حتى اطيب من عندكم خلص يا رفيق رح ترجع في الناس الطاجن عنا بلبنان اطيب من عندكم اكيد هلا فهمت انك تعرفت انك هنال ظريف عم تصلي علي علي كده سكوتك مش
مش معجبني. شو مشكلة القطع خي تبع لا الشعر؟ لا انا قاعد اشوف اجمع استغرافاتك. استغرافات وعرف يعني حسن ولا لسه نفس المشاركات الضعيفة اللي كل مرة. جايز من الاشخاص اللي تحسن جسمه كثير علي وعباس وناسين على الاكل وناسين. هلا يا رب حنختفي. لا ومروان ده على اساس ايه يعني؟ انت شايف انت شايفني؟ تحسنت فين يا بين خلافك وجيتك مين يا عم اللي ايديك يا عم انتفك انت سيبها لله. هلا بين في يدك. اكثر وقت مستمتع فيه علي غنى فيه حلو مستمتع اه غنى حلو قوي امبارح كان واقف كانه هو الضيف اللي مستمتع امس انا بس لوحدك بتغني وغنيه بتحبها ودخلت على صوت الموسيقى كده دخلت موسيقى دخلت يقولوا ما اقدر اجيب انا يعني اجيب انا كنت تحت التراب تحت الحراسه شو اه حراسه ليه انا عم بقول ان امبارح تحت التراب ليه بدك تقول تحت التراب يعني بتعامل مع موطا لا 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 الاغنيه بتقول ايه؟ غريب 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 عجيبة يعني عجيبة لو كان تحت الحراسة لو كان تحت الحراسة يعني مثل مثل بقية بابا يا عمي يا عمي فين أنيسة شباب؟ فين مامبير يا شباب؟ أنيسة لسه أنيسة أنيسة غسل وجهه يرجع ينام يرجع يغسل وجهه يرجع ينام غسل وجهه يرجع ينام فعلا؟ جد أول شغلة بيعملها بقوم نتاخد بروح ظبط شعراته مبدئياً إن إحنا صحيحين من بدري وبينام بيرجع ده مشكلته بالحياة وقعد تغيس في الديك بقى عنده علاقة حب فينا قبلك لا 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 احنا صاحيين من الساعة كام 9؟ 9 لا نوم كويس أنا صحيت 9 وقت بس البنات صاحيين من انا على 9 لا انت شفتك طلعت ميكرويك وفالي انا قمت اتحممت انت فت على الحمام يمكن نزلت لتحت اتحممت دينا طلعت لقيتهم عم بيبي 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 سكين ده هم اصلا المفروض دلوقتي نصحوا يعني بعد ما انا ساعه هلا هلا فينا ننام هلا نطلع لا لا قاعدين هلا مع بعض هيك عايلة حس بعض اول مرة حس حالك قد ايش حس حالها علي عايلة